نشرة الأخبار تأتيكم من القناة الإلكترونية لنادي الجيش الملكي، أهلا بكم. وهذه أبرز العناوين. سيدات الجيش الملكي لكرة السلة يواصلن حصد النتائج الإيجابية، وهذه المرة على حساب سيدات الوداد الرياضي. في عالم كرة اليد، أبناء المدرب محمد بن راجع ماضون في تحقيق الانتصارات بالدوري الممتاز. كانت هذه مشاهدينا العناوين، وإليكم التفاصيل. حقق أمل نادي الجيش الملكي لكرة القدم فوزا مهما على أمل نادي الكوكب المراكشي بأربعة أهداف لهدفين، بعدما كان أمل الكوكب المراكشي سباقون للتسجيل. ليعود أمل النادي العسكري في المباراة محرزين أربعة أهداف، تناوب على تسجيل كل من اللاعبين يوسف الكريمي ومصطفى الغزاوي. وإليكم مشاهدينا الكرام التصريحات للاعبي الفريقين عقب هذه المباراة. مقابلة كانت صعبة، نادي الجيش الملكي جاي يلعب كرة، واخا رغم لاعب في خارج الميدان ديالو، حنا كنا باغي نلعبوا كره. ما جابش الله في هذه المقابله، كانوا بعض الغيابات اللي اثروا على الفريق، بحال لاعب حسام، لاعب بوموغاي، سفيان بن قرعاش، جازولي، النور، هادو ما لعبوا في المستوى اللي كانوا ناقصين الفريق وبانت البلاصه ديالهم. الحمد لله رغم الخساره حنا باقي لاعبين البطوله وباقي ان شاء الله نمشيو بعيد. اليوم لعبنا مقابله مع فريق كوكب مراكشي اللي حرزنا الفوز من قلب دار الكوكب مراكشي، ولعبنا مقابله ممتازه. كنشكر اللاعبين والستاف على هاد الجهودات كاملين، ان شاء الله هذا هو 3 بوان اللي تخلينا نكملوا في الشامبيون مزيان ان شاء الله. من جانبهن حققنا سيدات الجيش الملكي لكرة السلة فوزا سهلا على سيدات الوداد البيضاوي بحصة 90-59. وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة، تميز الربع الأول بتقدم سيدات الجيش الملكي 29-9، وذلك بفارق 20 نقطة. هذا ووصلت عناصرنا تفوقها منهية الربع الثاني 59-32. كذلك الأمر في الربع الثالث والذي انتهى بحصة 76-44، لتنهي سيدات نادي الجيش الملكي اللقاء بحصة 90-59. ونتابع في هذه الأثناء مشاهدينا التصريحات التالية. Ben, aujourd'hui, ça a été vraiment un match à l'honneur. On a joué avec notre tenue Widadi et vraiment, on a vraiment l'équipe de phare. C'est une équipe qui a eu plein de titres. On est fiers de jouer avec. Et de plus, on est fiers de notre équipe WAC, qu'on est vraiment des joueuses locales de WAC. Et vraiment, même si avec l'écart qu'on a eu, on a vraiment toute la fierté de jouer avec le tenue Widadi. مقابله اليوم مع ويدا ويدوي كانت مقابله جيده، ربحنا في كاع لي كارطون الحمد لله، وكنا متبعين تعليمات المدرب ديالنا والحمد لله ربحنا المقابله، وحنا غاديين في المقدمه ديال البطوله ديالنا ان شاء الله، ونسفيغ ان شاء الله نحقوا واحد الفينال ان شاء الله، واحد الكاس العرش ولا شوبون ان شاء الله. تواصل عناصر فريقنا الغالي حصد النتائج الإيجابية في عالم كرة اليد، ولكن هذه المرة على حساب الجارة التقليدية نادي الفتح الرباطي، وذلك بحصة 16 هدف مقابل 13. أبناء المدرب محمد بن راجع دخلوا المباراة وكلهم تركيز من أجل تجاوز عتبة النادي الرباطي، الأمر الذي تأتى لهم طيلة أطوار اللقاء، وذلك من خلال السيطرة على جل دقائقه. إلى عالم كرة الطائرة، حيث حققت عناصر الجيش الملكي فوزا آخر ينضاف إلى سلسلة النتائج الجيدة التي تم تحقيقها هذا الموسم، وذلك بوقع 3 أشواط لشوط واحد على حساب الاتحاد البيضاوي.
هذا وانتهى الشوط الأول بتفوق عناصر الجيش الملكي ب25-20، بينما آلت الجولة الثانية لعناصر نادي الاتحاد البيضاوي ب26-17، غير أنه في الجولة الثالثة تغيرت الأمور وحسمت لصالح عناصرنا بواقع 25-21. لتستمر العناصر العسكرية في السيطرة على مجريات اللقاء منهيين المباراة بثلاث أشواط لشوط واحد. وإليكم مشاهدينا الكرام التصريحات التالية. كما تتعرفوا هذا العام عندنا فريق شاب وتنحاولوا باش نوجدوا فريق ديال المستوى، ما تنطمحوش هذا العام هذا باش تكون عندنا شامبيونه، ولكن تنطمحوا بمراكز متقدمه، وتنطمحوا على اساس بان يكونوا الشباب اللي غادي يخلفوا واللي غادي يعطيوا تتويج للنادي الاتحاد الرياضي. مقابله سالات ب 3-1، 3-1 ما تيعكسش المستوى ديال لا الاتحاد الرياضي ولا الفريق الجيش الملكي، داز في واحد الاطار جو رياضي، وتنتمناو بان الفريق الجيش الملكي يزيد بالكره الطائله للقدام، ويكون هو اللي يعطينا واحد المنتوج رياضي ومنتوج قوي في الساحه ديال الكره الطائره. وشكرا. والحمد لله قدرنا اننا ننتصروا في المباراه 13 الحمد لله بدون خساره هذا الموسم، وكنرجع للمباراه الاطوار ديال المباراه كيفاش كانوا، كنظن اننا خدينا الجوله الاولى بسهوله الحمد لله، ولكن نظرا شويه العياء عند الفريق، وحتى هذا الاسبوع داز هنا شويه مرتبك نشاركوا في البطوله الافريقيه، ما غنشاركوش غنشاركوا ما غنشاركوش، بقى داك المشاركه ديالنا في البطوله الافريقيه هي اللي مأطره عنا، ولكن الحمد لله استطعنا اننا نفوزوا في المباراه ونحققوا النتيجه ايجابيه ب3-1، ناخذوا لنا 3 نقاط كامله ونحققوا كيف ما قلت لك المباراه 13 الحمد لله بدون خساره. نبقى دائما في كرة الطائرة، ولكن هذه المرة على مستوى الإناث، حيث حققنا سيدات الجيش الملكي فوزا مرحا وسهلا على إناث الفتح الرباطي ب3-0. الشوط الأول عرف تألق سيدات الجيش الملكي من خلال فرضهن إيقاع المباراة وتسجيل 25 هدف مقابل 8. السيطرة امتدت كذلك للشوط الثاني والذي أنهينه سيدات الجيش الملكي بواقع 25-14، لتنهي عناصرنا الشوط الثالث بحصة 26-10، وينتهي بذلك اللقاء بفوز عناصر فريقنا الغالي. في عالم الملاكمة، حقق أبطال الملاكمة لنادي الجيش الملكي بطاقة العبور لأولمبياد ريو دي جانيرو عن طريق الملاكم محمد العرجاوي والملاكمة المتألقة زهرة الزهراوية ضمن منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية المقامة بالديار الكاميرونية. هذا وحقق الملاكم محمد العرجاوي عن وزن أكثر من 91 كيلوغراما الميدالية الذهبية، فيما حققت زهرة الزهراوي عن وزن أقل من 51 كيلوغراما على الميدالية الذهبية. فهنيئا للملاكمين على هذا التأهل. هذا وقد عملت القناة الإلكترونية لنادي الجيش الملكي على استقبال الأبطال المغاربة وأخذت التصريحات معهم عقب هذا الرجوع، لنتابع. التعب ديالي ديال التدريب اللي خديت في المغرب الحمد لله داكشي ما مشاش هكاك، يعني مشيت على هدف واحد انني نقلب على لوبجيكتيف ديالي انني نجيب الكاليفيكاسيون من الكاميرون باش نمشي لريو دي جينيرو، وهذا ماشي بوحدو كافي انني تاني نقلب على ميداليه اخرى، وعلاش لا في ريو دي جينيرو او
الهدف اخر باقي ديال البطوله العالم اللي غادي تكون ان شاء الله في كازاخستان. انا باش نوصل لشي حوايج اخرين ديالو اللي كيخصوني انا، يعني قلبت عليها نجيب ميداليه للبلاد ديالي، نفرح البلاد ديالي، نفرح العائله ديالي، النادي ديالي، الكلوب ديالي اللي كنتمي ليه هو الجيش الملكي، يعني نفرح الناس كاملين اللي كانوا واقفين معايا من نهار بديت، للجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه النسويه، للناس التقنيين اللي كانوا كيسهروا على التدريب ديالنا، كاع المغاربه كاملين اللي كانوا كيساندونا بالدعوات تاعهم. تعيد لي الالعاب الاولمبيه، نقدروا نقولوا كانت الرغبه ديالي في انني نشارك في ثالث العاب اولمبيه، وان شاء الله نحقق الميداليه الاولمبيه اللي كنت كنحلم بها، وكنتمنى ان شاء الله نضرب وجه مشرف ونشرف كاع المغاربه ونشرف الفريق ديالي اللي هو فريق الجيش الملكي ان شاء الله. ان شاء الله كنظن ان المغرب عنده حظوظ في تحقيق ميداليات اولمبيه، عندنا ملاكمين في المستوى، عندنا ملاكمين مصنفين مزيان على المستوى العالمي، منهم بحال بطل العالم الربيعي، بحال اشرف خروبي، بحال انا، كي مصنفين مزيان، وهادشي اللي غيساعدنا على الوصول ان شاء الله لتحقيق ميداليات اولمبيه. وكاين ملاكمين اللي واخا ما مصنفينش على الصعيد الدولي، ولكن ملاكمين اللي قادرين يحققوا نتائج في المستوى ان شاء الله. او الجيش الملكي مدرسه كبيره غنيه على التعريف، بلا ما نقول لك مدرسه كبيره متعلقه في رياضه الملاكمه في جميع الرياضات. الجيش الملكي ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، مدرسه كبيره، وما كرهتش انا نكون ابن الجيش الملكي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سيدات الجيش الملكي لكرة السلة يواصلن حصد النتائج الإيجابية، وهذه المرة على حساب نادي الوداد البيضاوي. في عالم كرة اليد، أبناء المدرب محمد بن راجع ماضون في تحقيق الانتصارات بالدوري الممتاز. كما لا تنسوا مشاهدينا الكرام زيارة موقعنا الإلكتروني isfar.ma، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك isfar. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.